السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا الأعزاء، اليوم جيت نحسب لكم معدل 10 في البكالوريا لكل شعبة. نبدأ بأول شعبة، هي شعبة العلوم التجريبية. بسم الله. مثلا شعبة العلوم، في مادة العلوم نقولوا شوية شوية في العلوم تجيب مثلا 9، فيزياء نقولوا طايح فيها خلاص كاع نقولوا تجيب 5، رياضيات نقولوا بالك تسلك راسك تجيب 8، أدب نقولوا عندك لاباس فيها شوية تجيب 14. مثلا فرنسية نقولوا 9، أونجلي نقولوا 8، فلسفة بالك طايح لك مقالة شابة مختارها نقولوا تدي بريس، تاريخ وجغرافيا نقولوا 14، شريعة نقولوا 17، تربية بدنية 18. 10-0-3 لشعبة علوم تجريبية. هذه هي النقاط تاعها، يعني حاجة سهلة مالغري ما درناش وتلميذ متفوق ولا ماهيش حاجة. حاول تبدل تنقاطيك هنايا وشوف، بالك عندك لاباز علوم، بالك عندك لاباز في الفيزياء وانت شوف، بالك ما تعرف تقرا مات، فهمني. روح الشعبة الثانية، هي شعبة رياضيات. معامل سهل 7. نقولوا شعبة رياضيات، هي شعبتهم اصلا رياضيات، نقولوا عندهم لاباز رياضيات، مثلا ندي 14 في الرياضيات، طلع مادة 3 ديجا. نقولوا فيزياء، ديجا باز رياضيات وكاع فيزياء، نقولوا يدي 12، لا نقصوا شوية، فيزياء يدي 8. أدب نقولوا شوية 12. علوم نقولوا 12. تاريخ جغرافيا نقولوا 12. فرنسية نقولوا بالك خاطيكم 7. إنجليزية نقولوا 5 بالك قاع مكانش. فلسفة نقولوا 10 والله خلوها 8. علوم إسلامية نقولوا 14. تربية بدنية 18 كالعادة. 10-90 هذه هي النقاط لشعبة الرياضيات. حاجة مش بزاف. شعبة الأخرى هي شعبة اللغات الأجنبية. نبدأ بأول مادة في لعبة اللغات، شعبة لغات أجنبية، هي الأدب. أدب عندهم 5 المعامل، نقولوا مثلا جيب 10. فرنسي مادام تخصص تاعهم لغات يعني يقراوها، نقولوا جيبوا 12، لا خلوها في 10. إنجليزية نخلوها في 11. مثلا لغة أجنبية ثالثة تخصص تاعهم حاجة باينة يكونوا أباص فيها، معليش نخلوها في 10. عندك فلسفة بالك ما يبازوش عليها بزاف، نديرو 8. تيرو جغرافيا نديرو 10. رياضيات بالك ما يكرهوها بزاف، نخلوها في 6. علوم شريعة نقولوا بالك يبازو في الحفظ وكاع 17. تربية بدنية كما العادة 18. 10-54 نقصوا الشريعة بزاف شوي، خلوها 14 والله نخلوها 10 تاع الشريعة. شوف النقاط تاعك 10-0-4 يعني ميش حاجة، هذه تقرا لازم نجيبها شعبة لغات، اسما نجيب النقاط، نقاط نورمال. شعبة أدب وفلسفة، شعبة الأدب وفلسفة نقولوا مثلا أنك تجيب في الأدب، مدامها تخصص أتاعكم نقولوا جيب 10، يعني ماكش باص فيه، لا نخلوها في 9. فلسفة شوية نقولوا بالك طيح لك مقالة مقترحة، مثلا مقالة الإحساس وطلب تبازي فيها تجيب 13، والله نخلوها في 10. روح يعني نروحوا ديما المتوسط. تاريخ جغرافيا خاطر شي تخصص اللي 4 المعامل، يعني نقولوا تدي فيها 14 كي تولي حافظ وكاع. فرنسي نقولوا تدي 7. انجليزية نقولوا 7. رياضيات نقولوا 5. علوم اسلامية نقولوا 17 باسكو تحفظوتو بزاف. في السبور ديما 18. 10-15 لشعبة الادب والفلسفة، حاجة سامبل مش بزاف. حاول تزيد شوية في الفلسفة بالك، والله تزيد شوية ليه الشعب المادة اللي تبازي فيها زيد فيها وشوف روحك. نروحو الشعبة الأخرى، هي شعبة التقني الرياضي.
عندهم الهندسة التكنولوجيا تبع المعامل، نقولوا مثلا التخصص تاعهم ما يخدموش فيه، يعني يخدموا شوية شوية تاع 9. اوكي نقولوا الرياضيات شوية شوية، ثانية ذا الترميل يكون شوية غاية شوية هاك، نقولوا 8. فيزياء نقولوا 8. أدب عربي نقولوا 12. فرنسية نقولوا 11. أونجلي بالك ما عندهمش لابوس فيها 7 توزعرك. فلسفة نقول طيح لهم مقالة مقترحة 10. تاريخ وجغرافيا نقولوا حافظ حافظ نقولوا 12. علوم إسلامية نقولوا ديما 15. سبور 18. تاع 79. معليش نزيدو في التخصص بالك، باسكو التخصص ديما المرضين يجيبوا فيه بزاف داك الشهر، نقولوا 12 في التخصص. 10 42 هذه هي النقاط تاع شعب التقني لمعدل 10. خلوها 10 في التخصص، 10 في التخصص طاحت 10 بيل أصلا. تسيير واقتصاد، تسيير واقتصاد بازي عليها. شوف نعطيك النقاط تاع حاجة سامبل تاع واحد مش نيفو خلاص، نقولوا 7 في المحاسبة خلاص، 7 محاسبة. نقولوا في الاقتصاد غادي يجيب مثلا اطرش اقتصاد مادة حفظ نقولوا تجيب 19، اطرش مادة حفظ مش مادة فهم. رياضيات نقولوا ما عندكش نيفو خلاص، فيها 4 شوية احصاء ورقم سلك راسك، هذه تجيب فيها 12. تاريخ جغرافيا ادب نقولوا 12، نقولوا 11. قانون نقولوا تجيب فيها 15 باسكو مادة فهامة. فرنسي نقولوا 9، انجلي 5، فلسفة 9، شريعة نقولوا 11، تربية بدنية 18، 10، 41 لشعبة التسيير. هذا هو الفيديو تاعنا خوتي الاعزاء، بغيت برك نطلع لكم شويه مورال باسكو